هل تقبل بالسلطان أحمد ابن السلطان محمد زوجا لموكلتك على مهر قدره 100,000 ذهبية؟ أقبل. تقبل؟ أقبل. تقبل؟ أقبل. هل تقبل بالسلطان قسم بنت عبد الله زوجة للسلطان أحمد خان كونك وكيلها؟ أقبل. تقبل؟ أقبل. تقبل؟ أقبل. وأنتم أيها الشهود هل تشهدون على ذلك؟ نشهد. هل تشهدون؟ نشهد. هل تشهدون؟ نشهد. بناء على شهادة الشهود فقد أتممت كتب الكتاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل هذا الزواج ميمونا مباركا، واجعل بينهما إلفة ومحبة وقرارا، ولا تجعل بينهما نبذة وفتنة. أنا عتقتك يا قسم. اللهم آلف بينهما كما آلفت بين آدم. صرت حرة من اليوم. ما فهمت شو؟ هذا كتب كتابنا يا قسم. أنا تزوجتك. أحمد، مو معقول أنا ماني مصدقة. يا سلطانة قلبي، يا ملكة روحي، انت عندي اغلى شيء بكل هالدنيا. سأرقد بين تجاعيد شعرك المزين، وداعب عطرك، وأحتسي رحيق شفتيك. يا امرأة احتلت كياني وامتلكت كل أشيائي، دعيني أرح رأسي المتعب لأنني مللت من السفر إليك. أنا الآن أرصد كلماتي وأضعها رهينة بين أحضانك، سأجعل من تفاصيلك زينة للقمر وأحتمي بها. سيدتي، يا عطرا يسري في مسامات الحنين ويختبئ بين النبض والنبض لتدق ساعة لا عودة، thank you.
الأخير رح يطلع وأنت جنبي. شو هالحكي اللي عم بتقوله أحمد؟ أنت رح تتحسن؟ الحكيم إسحاق لقى لك الدواء. خديني على حديقتنا. انتبهي تدوسي هنيك. اه
كيف اجيتي لهون؟ لأنهم جابوني بالقوة، جابوني للسلطان، سلطانهم الختيار والسمين. لازم روح فورا قبل ما ياكلني مثل الباقيين. لا تخافي، طول ما أنا جنبك ما حدا بيقدر يأذيكي أنستازيا. كل شي بلش بهالمكان، بهالحديقة. بس أكيد ما رح ينتهي. هاي مو النهاية. لأنه أنا رح ضل عايش من خلال وجودك بقلبك وبقلوب أولادي. لا تزعلي ولا تعلني علي الحداد. أنا عشت حياة كتير حلوة بفضلك أنتي. لا تحكي هيك، انت رح تتحسن. بتعرفي يا قاسم شو اللي مزعلني؟ اني ما رح اقدر احقق احلامي، بس انتي موجوده واحلامي اللي ما حققتها انت رح تحققيها. من دونك الاحلام ما لها معنى وما لها روح. بغيابك رح كون عاجزه وجناحي مكسور، وما رح يكون عندي قوه، رح كون ضعيفه. بغيابك ما رح اقدر اعمل اي شيء. تقدري؟ ما بقدر. بلا بتقدري. نمتلك قاسم. انتي مو بس لإلي، انتي للكل يا عمري، لكل المحتاجين والفقراء. أحمد، كل أمرائي وكل السلطانات والدولة العليا بأمانتك. شاسترينش تونورانو مارغاريتا رينامو كيلامون لنا هنا كيلامون لنا هنا. توشش فوري στα μάτια μου μαργαρίτα ρένια μου.
أخي عثمان، شو رأيك إنه نتدرب؟ أي تدريب هذا بنص الليل يا مراد؟ السلطانة وينها من مبارح ما شفتها؟ بالجناح الخاص يا سمو الأمير، حضرتها مع مولانا السلطان. الكون كله ما شهد هيك عشق. سلطانة، أنا لازم أعمل هيك مشان أحمي ولادي الأمراء يا جنات. سلطانة، أنا ما حبيت أحكي معك بوجود الوزراء، بس هالتصرف مو صح. مولانا لساته عايش وما لازم تجمعي مجلس الشورى بهيك حالة. تعال معي ذوالفقار باشا. اليوم الصبح رب العالمين أخذ أمانته. Thank you.
شوفي أمي، ليش كلنا مجتمعين؟ هلأ رح تعرف يا محمد. تفضل. سلطانة، أنا كمان كان بدي أشوفكن لحتى بارك لك أنت ومولانا السلطان على كتب كتابكن. أنتو من اليوم كل شي بحياتي، أنتو والدولة العليا، وكمان لازم تعرفوا إنه كل شي عم بعمله أكيد مشانكن ومشان استقرار السلالة. شوفي أمي، ليش هيك عم تحكي؟ والله عم تخوفينا سلطانة. أمي شوفي شو اللي صاير. مولانا أبوكن السلطان أحمد خان توفى وانتقل لرحمة ربه.